استقبل الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية صباح اليوم، معالي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والوفد المرافق، وذلك بحضور سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وسعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام، ومعالي الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة. وفي بداية اللقاء رحب معالي الوزير بمعالي وزير الحج والعمرة السعودي مشيدا بعمق العلاقات التاريخية والأخوية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم وأخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظهما الله ورعاهما، ومنوها بالجهود المشكورة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية الشقيقة وحرصها على توفير كافة الإمكانيات من أجل راحة الحجاج من أبناء مملكة البحرين وضيوف الرحمن من كافة دول العالم. وأكد معالي وزير الداخلية أن التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين يسهم في توفير أفضل الخدمات ومتابعة شؤون حجاج بيت الله الحرام وتمكينهم من أداء الشعائر بيسر وطمأنينة. وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون والتنسيق وتطوير آليات العمل المشترك بين البلدين الشقيقين. حضر اللقاء مدير عام الإدارة العامة لأمن المنافذ.